واش نقول لك؟ الا انا معني من الناس، الا عيدوا الناس نعيد انا، ما عيدوش الناس انا منهم. ونضرينا الصراحه، ضرينا كل شيء، نضر ماشي غير انا، الناس كاملين ضروا. انا عليا انا غير تلغى، راه الناس كيدوزوها زعما خايب خايب، وانا غنضيع الخدمه ديالي في صباط هاد الكورونا. خصني نمشي بحالي وما جبرتش كيف نمشي بحالاتي، نمشي لاسبانيا. ضررت بزاف، خليت الكارطيه ديالي تما، خليت كل شيء وما عنديش شيء، تسالوا لي الفلوس، بقيت بامو. يا الله واحد الشده ما عندي ما نقول لك، ما كناش كنتظروا. انا جيت على يومين، انا زقر غير 4 شهور. اول حاجه بحال هذا العام، بحال الاعوام اللي فاتوا، ما بقات حلاوه ديال العيد كبير لا العيد صغير لا حتى حاجه. و اون بلوس بنادم ما بقاش كيراعي الظروف ديال الانسان الاخر. اصلا بنادم الدوله خصها تاخذ واحد التدابير، يعني راعي الظروف ديال الفقراء والمساكين اكسترا. اولا انا باقي كنقرا وعامله، بالعكس انا ربحت في كورونا، عندي الحمد لله باج ديال انستغرام، كنخدم لي بيبليسيتي اكسترا. حاجه وحده لي شوتينغ ما بقاوش كيتخدموا بزاف، حيت طبعا اي واحد خوفان على راسو، اي واحد كياخذ الاحتياطات اللازمه. في الحقيقه هذه الظروف في هذا الوقت صعيبه شويه، يعني من ناحيه الازمه الاقتصاديه ومن ناحيه الوباء اللي هو كيقتل. كنشوف من الارجح يعني ما يكونش هذه السنه، وباقي السنين الاخرى ان شاء الله نحتفلوا ملي تكون الحاله على خير وبخير وكل شيء نشاط. ماشي انا نعيد واحد حدايا ما يعيدش، هذا ماشي دين وماشي هي الطريقه اللي بغاها الله تعالى. ايوا نظرا الظروف الطريقه ديال اللي كتعرفها بلادنا بالجائحه ديال كورونا، وهذه فيما يخص رايي من الاحسن تلغى، لان عادل كاين عدد كبير ديال المواطنين اللي تضروا ومساكن راه ماش تجي صعيبه، انت معيد والجيران ديالك ما معيدينش كتجي شويش. اذا هذا نوع ديال التضامن، فهمتي؟ الناس اللي عندهم ماشي يتضامنوا مع ديك المجموعه اللي ما عندهم شي، وتا هما ما يضحيوا شي ويخرجوا مثلا ديك المبلغ ديال هذيك، يعملوا صدقه، يعملوا هذيك. هذا في اطار ديك التضامن مع الفئات المتضرره، لان ما غاديش يكون واحد التكافؤ في العيد، واحد فرحان وواحد قرحان، وهذا ما كان. شكرا، تبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.